أعزائي المشاهدين، زي ما انتم شايفين بقى طبعا غريب على الشعب المصري ان هو يركب مع سواق تاكسي ويلاقي سواق التاكسي عامل اللوك اللي انا عامله ده. وربنا يستر علينا في اللي احنا فيه بقى. ده الكاركتر ده صعب صعب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الفل والجمال عليكم. انت واحد الاول ولا واحد الاول؟ يا عم في مالك انت، ايه الشنب ده كله مش مال عينك ولا ايه؟ لا بس اللي انت عامله كده اصلا يعني ده. ايه اللي الله في ايه؟ حرية شخصية، حرية شخصية. لا 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 اصلا؟ نعم. اللي انت بتعمله ده يا عم في ايه؟ بعمل اللي انا عايزه. انت مش عايز تروح مشوارك؟ ما انت تفهمنا بس الرقص اللي انت فيه ده، انت واحد ولا واحدة ولا ايه؟ لو سمحت حضرتك ممكن تركز زي اللي انت قاعد معاها؟ انا هوصلك مشوارك. خلاص بقى خلاص، انا على فكرة سكتت خلاص. لا 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 لا. انت يا استاذ. يا قمر. اللي يا قمر هو حضرتك بجد؟ لا انا بهزار. بهزار؟ اه بتضحك على ايه؟ انت مش شايف اللي هو بيعمله ده؟ ثواني ثواني، معايا تليفون بس. الو، ايه في ايه؟ كوكي اتجوز ميشو؟ الحيوان انت اكيد بتهزر. طب ممكن بقى تبلغه ان انا هرجع اقابل توتو تاني؟ انا هقابل توتو، هقابل توتو، هعدي ياخده دلوقتي. هو كان بيضايقه. اوكي ماشي، يلا باي باي. الحيوان ممكن ابقى اخد حد في الطريق من فضلك؟ لا بس احنا واخدين التاكسي مخصوص يعني. يا حبيبي اوكي ما قلتش حاجه، خلاص هبقى اخده في الطريق بقى لو قابلته. انت شكلك مش غريب عليا على فكره. انا من شبرا. يا لهوي يا لهوي، بعشق شبرا واهل شبرا. ما تخليك في حالك ولا في حالك انت، انت حضرتك هو في حاجه؟ انا مش فاهمه على فكره، انا مش فاهمه. مش فاهمه انا ايه؟ مش عارفه اصلا حضرتك واحد ولا واحده. يا لهوي ولا يا لهوي. لهوي. شكلك ايه؟ طب لو سمحت بص قدامك ما تبصلوش. انت بصيت له ليه او بصله ليه اصلا؟ مش انا مش بصله ايه؟ اصلا حضرتك واحد ولا؟ ركزي بقى في نفسك بقى، مالك فيكي ايه؟ قول لي انت، قول لي مالك في نفسك مالك انت ولا منك انت؟ اللي انت بتعمليه ده مالك؟ غيرانه غيرانه من جوه. انت ايه مش شايف نفسك؟ انا شايف انا مشرشه. غيرانه انا غيرانه. بليز لو سمحت بص قدامك، ايه خلي ايدك قدامي. ايدك ولا هو ايدك؟ اللي انت بتعمليه ده ولا اللي انت بتعمله؟ ان انت ما مش بقول لك ولا انت ولا انت. محدش كلمك، خليكي في حالك. ما تكلمهاش كده، ايدك كده ولا بايدك كده؟ روحي احلق الشنب اللي في وشك دي ولا وشك. وشك. خليكي انت كده. والله انا مش عارفه انت واد ولا بنت ولا مش عارفه انت واد ولا بنت. خليكي انت كده. سوري قصر بقى يا عم الحاج، خليك في طريقك. اقسم بالله انا عشانك اعمل اي حاجه. لم نفسك يا بابا، انت خليك في قدامك. انت مش شايف بيعمل ازاي؟ انت مش شايف؟ لا ده متخلف. لا لو سمحتي. هو قال لي لو سمحتي ما تعمليش كده. لو سمحتي بقول لك ايه؟ شفتي دي؟ بقول لك ايه؟ مش عايزه اشوف. طب شفتي دي؟ انا مش عايزه اشوف. انا نفسي مش عارف. انا مش عارفه انت سوقتك ازاي اصلا. المفروض انا مش فاهماك بصراحه. سوقتك والله ايه ده اخرك. سوقتك ما تعقلي شويه ولا اعقل ولا ايه اللي انت فيه ده؟ بس ما تردش عليا. انت من ساعه ما ركبت وانت عينك ما غابتش عني في المرايه. مش عايز اتكلم قدامك. حر يا اخي الرجاله ولا حر النسوان حتى؟ ايه ده؟ كرسي سخنة قوي. ألف سلامة عليك أنت والكرسي. لا لولا بس الواحد مستعجل كان نزل. يا ريتك تنزل، عايزك تركب تفضل راكب. طب غوري بس ولا غوري بقى على الصبح؟ لا لسانك. أوه أنا قاعد ياخد صاحبي يا قمر. تعالى تعالى. أنا عارفة أنا فاهمة احنا واخدين تاكسي ولا واخدين. طب ما بتردش عليا ليه؟ وحشتني. قلبي. قوي. إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله. عامل إيه؟ تمام. ما تسألنيش عليا ليه؟ بسأل والله، بقالي 3 أيام شغال وطالع عيني. طب لو سمحت احنا عايزين ننزل. نعم يا فندم. عايزين ننزل. مش هتنزلي. هو انت مش هتنزلي اصلا. هو انت مالك محروقه ليه؟ هو انت محروقه انت؟ انت مش مش قاعده مع مش قاعده مع صاحبك. ما تسيبيني مع صاحبي. بطل قله ادب. قله ادب انت عايزه ايه؟ ايه ده اللي انت مش عارفه تصدق ايه؟ ايه اللي ايه ده اللي مش فاهم؟ مش دعوه خليك في حالك. اقسم بالله ده ياكلكم. في ايه مال؟ ده ياكلكم. في ايه مال؟ انت عارفه انت عارفه ده مشهور عندهم في المنطقه؟ ده اسمه عبد الونش. طب بص يعني بيرفع اي حاجه. ده عبد الونش. ربنا يبارك لك. حبيبي يا وحش. قلبي قلبي. طب نزلنا بعد اذنك. لا طبعا مش هتنزل. انت بتعمل كده ليه؟ جبت لي فلوس؟ قلت لك والله.
بقول لك احنا عايزين ننزل ثواني بعد اذنك بس ثواني طيب ثواني بقول لك اسكتي خلاص 3 ايام شغال لما اتطحنت عشان خاطرك انا عايزك النهارده بقى تروح تتمرن تتمرن واخرب لا بس ما تغيبش عليا بالليل يا اسطى يا اسطى لا انت على فكره في واحده ست راكبه في العربيه كده ايه بتكلم عادل يا عم اسكت خالص اسكت خالص ما ينفعش اللي انتوا فيه اسكت خالص بقول لك ايه الونش يرفعك ويرفعك انت ارفع مين بالله الونش يرفعك يرفعك انت ويرفع اللي زيك ولا اللي زيك الونش يرفعك ارفع يا حبيبي انت عندنا ننشاك انتوا الاثنين نصين انت بق تشق يا بق طب ايه ده بس ايه ده بس وبص قدامك ولا بص يا عم الحاج ده بص البنت بص البنت دبلانه ازاي بص صاحبته دبلانه خالص صاحبته دبلانه دبلانه انت مش زلالها زلالها اه متكاده شايف اليانسون ايه اللي في الادب شايف اليانسون شطه في كم شايف اليانسون شطه في كم يا عم انت شطه في كم هو فاضل ايه ده هو عينك هو ايه اللي ايه؟ اقف على جنب اللي بقى اكسرها لكم انتوا الاثنين اكسر ايه؟ نزلنا على الجهاز اكسر ايه؟ انا عايزك تكسر اوعى يا عم اوعى سيبه اوعى بس بس طيب بس 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 ايه ده؟ سيكاها قوي بقى ده بس ده احنا بنهزر بنهزر والله بنهزر لا اصر يا ابني انت اصر يا اصر ايه يا عم اوعى بس بس اصر ايه وشفت ايه يا عم اسمحوا لنا ان احنا نذيع الحلقه طبعا ممكن نذيع ممكن استاذ ناخد منها احنا لو هنذيع نذيع عشان خاطر الوين ندور على ضحيه جديده من ضحايا ممكن يجي تاكسي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا باشا مين في باشا أنا مين في المهندسين إن شاء الله شارع البطل عبد العزيز البطل أحمد إيه كانت أحلى أيام والله البطل أحمد عبد العزيز كان صاحبي في الجيش كان صاحبي عصره؟ ها؟ حضرت ثورة 37 37 أنا عندي 36 وازاي 36 وعصرت عبد العزيز؟ ما عبد العزيز 36 وهو كان في ثورة 37 37؟ اه احنا سنة كام دلوقتي؟ احنا في 2020 كام؟ 2030 انت لو غيرت ال انت عايش فين؟ انا عايش في شارع ال20 طب انت تعرف تودينا طيب انت عندك خلص الزاين انا ولما يجي يخش شمال ولا يمين معاك ونام الاشارات دي حتى الاشارات عندي مش شغاله الاشارات دي؟ طلعيها من الشمال انا في سنة 34 اياميها كان لسه الاستاذ طب اسألك انا طيب؟ لا يا حبيبي اسألك طيب؟ لا عادي عادي انا عندي رامي حفيدي واد رامي ده واد عسل حفيدك واد سمكاني عربيات هيعجبك حاجه كده يعني بسم الله ما شاء الله يعني ها من الاخر يعني الله ينور عليكي تعرف الاستاذ علي عبادي علي عبد الهادي وزير وزير المواصلات علي عبد الهادي ده كان دفعتي برضه انا كان دفعتي انا والاستاذ والبطل احمد عبد العزيز البطل احمد عبد العزيز انا كان حبيبي سعد زغلول بقى لا سعد ده كان موال تاني لا ده انت عجوز بقى طبعا انت عجوز بقى انت عجوز تعرف سعد انت نفسي تبطل سعد كان حبيبي طريقك شويه سعد كان حبيبي سعد كنت اقول له يا سعد يقول لي يحيى يا سعد اقول له يا سعد ما تبصلهاش من تحت يا سعد بص لها بالظبط عليك اقول له يا سعد بص لها من فوق يقول لي ولا تشغل التكييف ما هو مش شغال عندي ليه؟ مش شغال يا عمال تضرش وعمال تقول لنا في كلام ما قالوش ايه يا بنتي مالك؟ عمال تجيب الاخر في قدام وقدام في الاخر انت يا بنت عيب انا قد جدك عيب انا انت قد جدي؟ عيب يعني لازم يبقى في شيء كده من الاحترام يعني والله ايوه
خدني معاك يا باشا. معلش انا اسف لحد ايه ده يا نهار يا عم شكشك يا عم انت نهار كده عادي لا مؤاخذه معلش انتوا راكبين مع الراجل ده والله العظيم يا جدعان الراجل ده هيتعبكم حكى لكم على مروان و73 من ثوره 19 و ست يا عم نزلنا يا عم انا انت عارف يا جدع انت ما انت انا عامل يهود انت والله انت عامل اسرائيلي ممكن تسرع شويه عشان انت بطيء يا بنتي انا بقالي 95 سنه شغال في المنطقه انت لسه من شويه بتقول 20 سنه دلوقتي 69 سنه يا بنتي 69 انت مش ما انت مش حلوه انت انا عرفتك انت احمد مظهر انت مين انت احمد مظهر انت صح ابن خالتي احمد مظهر ايوه انت احمد مظهر وانا ننسى عجله مش هكشك احنا امتى هنوصل يا بنتي من العجله الندامه وفي الثاني السلام عيب افهم انت لسه صغيره انت دي 75 سنة صغيرة برضه 75 ما شاء الله عليها يعني باينة اهو هتوصلنا بسرعة ولا هتفضل ترغي كتير؟ انت عيب ما تقليش أدبك عليا طب يلا عايزين ننجز لا ما تقليش أدبك عليا يعني الجو لا ما تقليش أدبك عليا أنا راجل قد كده خانع انت يا بنت عايز انت مني لا ما تديني على مين أحسن بقى ولا صغيرة ولا إيه؟ طب ما تخلص عايزين ولو كان مربيكي يا عم علي انت مش مربيها اما تبقى على واحد انت هو اوعى ايدك دي انت قلت الادب وانت اصلا مش عارف تسوق ولا عارف تتكلم ولا عارف اي حاجه وعمال تعمل علينا شغل واي حاجه وخلاص انا قد جدك يا عم علي ما يصيرش هذا طب يلا ما يصيرش هذا حكي يا اخي انت راجل يا اخي بارد يا اخي انت طب بقول لك ايه بقى انزلي هات اخر فلوس الاوجر بتاعك انزلي وريني بقى نفسك بقى تسمحوا لنا نزهق الحلقه وعليكم السلام ورحمة الله أخبارك يا أستاذ؟ أنا تمام والله الجو حر أوي النهاردة بقالي يومين الجو حر 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 يعني كان الله في عونك طول ما في الشارع يعني والله العظيم حاجة يعني بس الحمد لله بنستحمل أكل العيش يحب الخفية ربنا يعينك وأكل البسطرمة يحب البيض مين؟ أكل البيض يحب البسطرمة شغال من الصبح ولا ايه؟ والله شغال مطبق والورديه المفروض انها 8 ساعات والعربيه غاز خالص وواحد يا باشا انا ارد على التليفون وجت على دماغي بقى النهارده ولا ايه الحكايه؟ لا ما هي ليه يا عم يا عم انت يا عم انا بقى بضحك معايا انت كلامك جميل وكله بس مش راكب كلامك مش راكب كلامك جارح بقول لك يا باشا خد معانا بس الموزه دي لا طب ماشي لو سمحت معلش ممكن تاخدني بطريقك عشان انا بس عايزه اوصل للميدان بس يا نهار ابيض ده انا لو مش رايح الميدان اروح يا اسطى ايه حاجه باخد معانا بنت نسيبها لوحدها في الشارع انت طالع مخصوص يا ابني انت راجل ماشي يا عم انت يا روحي يا نهار ابيض مش معانا تاكسي راضي لا خالص اقسم بالله انت منوراني يا نهار ابيض مش غريبه عليا انا بشوفك على طول لا بسم الله ما شاء الله الكيرلي ده ملفت وانا اصلا بيعجبني جدا يعني لا انت اكيد هتلاقيني هنا انا اسم انا اساسا لا اساسا مش سواق تاكسي يعني اصل دي هوايه عندي اصلا احنا نمشي ولا هنحب ولا ايه حكايتك مالك يا باشا كده حد ما عطلك يا فندم انت ده في ايه انت واحده راكبه وانا قاعد وانا شايفني على بلاصي قدامك ولا ايه بلاصي امال في ايه مش بلاصي والله ولا حاجه حضرتك منورنا النهارده بجد بامانه او ماي جاد طب طب التسعه دي حلوه طب ايه رايك ولا اظبط ال يا اسطى عايز اروح يا اسطى انا جاي من الشغل تعبان وعندي عيالي مستنيني حاضر حاضر روق على حالك ثاني بصي اقول لك على حاجه ايه رايك افرق من هنا ولا بلاش الفرق ده هو تقريبا اي حاجه عليك لايق عليا صح او ماي جاد انا عيب بصي احنا في حاجه في بينا حاجه ومفيش حد قاعد معاك في العربيه ولا ايه حضرتك ممكن تسيبنا كده خطيبتي خطيبتك منين يا عم لسه راكبه قدام مني راكبه مني انت فين تعرف انت ايه انت بقول لك يا صلاح بس استنى بس قريت في علم الخطوبه علم الخطوبه يا عم انت حضرتك قريت في علم خطوبه المرء انا قريت في البرنجان طب البرنجان ده موضوع تاني حاجه تقرا فيه مع حالك بقى ممكن حاجه تريح شويه يا عم انت انا لا تعالى يا بنتي يا بنتي انت مالكيش اهل لا مالكش دعوه بيها لا مالكش دعوه بيها يا عم استنى يا عم مالكش دعوه بيها مش مالك بيها خالص ولا ليها اهل ولا مالكش اهل يا عم وقف احنا لو سمحت عيب انت راجل في مصر يا باشا انت راجل كبير واقرع وانا مش عايز ازعلك يا باشا واحد الله لا اله الا الله انت كبير واقرع طب واحد الله انت اسمر اساسا وانا يعني انت متغاظ انت من الجيفن هايز يا عم وقف يا عم خد الرقم يا بنتي استنى يا حاج يا باشا استنى يا باشا استنى ايه يا عم في ايه يا بنتي انت يا بنتي لا اله الا الله بس لو سمحت بقول لك لو سمحت بقول لك لو سمحت ممكن تقعد ورا؟ اقعد ورا؟ هات مكانك كمان مكاني؟ معلش صدق انت ايه الادب؟ انا ايه الادب؟ اه والله الادب صدق انت فين جيفنهايز النزعه؟ انت ليه؟ انت جيفنهايز النزعه اه كان شايف
بقول لك يا استنى استنى، انت شكلك دماغك لاسعه، انت شيفنهايزن. من اول ما ركبت معاك دماغك لاسعه، انت شيفنهايزن نزعه. وانا مش عايز يا عم، سيبني في حالي. انت هتوصلني ولا هتعمل انت؟ انت شيفنهايزن نزعه. بقول لك اقف بقى، اقف بس كده، كلمني كويس. انت بتمسك ايدي، ما تتكلمش خالص. انت بتمسك ايدي، ما تتكلمش خالص. بس بص لهاش، يا دي النص. احنا كنا مع ناس مجانين يا ابني ولا ايه؟ مجانين ابنك؟ اه ابني. اوعى اوعى انت مجنون يا جدع. انت حركه، انت شيفنهايزن نزعه. انت لسعه، انت ايشيست، انت ايشيست من جواك. بقول لك ايه، ايشيست قوي. بس يا بنت، انت ايشيست بنت. اوعى تقول لها بنت، اوعى تقول لها بنت. لو قلت لها بنت اعمل لك الاسامي. انت خلي بالك، بص اقسم بالله انت راتنج. والله بالك في الرجوله، انت راتنج. انت بالك في الرجوله، عيب عليك يا عيب عليك. بس انت راتنج النزعه، انت لسعه، انت راتنج النزعه. لسع مشينا يلا يا جماعه، راتنج النزعه يا عم. معايا واحد في العربيه راتنج النزعه والله. انت اوعى عينك كده. احنا بنعمل برنامج اسمه كاميرا خفيه ولا ايه؟ كريزي تاكسي. اسمه كريزي تاكسي، وانت اتصورت معانا. مين؟ مذيع الحلقه دي ولا مذيع؟ كريزي ايه؟ اسمه كريزي تاكسي. كريزي تاكسي. كريزي يعني مجنون؟ لا، التاكسي اللي مجنون. كريزي تاكسي يعني حضرتك؟ لا، التاكسي مش انا ولا انت. يعني هيطلع في التلفزيون؟ ان شاء الله. لا بجد والله، بجد والله في البرنامج. بجد؟ مذيع ولا مذيع؟ مذيع ان شاء الله.